أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وأكلات بجميع اللغات. اتعودنا دايما في شهر رمضان أن احنا نقدم يوميا على مائدة الإفطار طبق من أطباق الحلويات. طب أطباق الحلويات بتاخد اهتمام كبير طوال أيام شهر رمضان. النهاردة معانا السيدة ميسون وهتقدم لنا طبق حلو شامي، الطبق اسمه المدلوقة. سيدة ميسون معانا وهنسألها عن طبق المدلوقة، ليه سموه بقى المدلوقة؟ هو الحقيقة عشان طبق سريع العمل، يعني بتعمل بسرعة، وبعدين أول ما بيخلص على النار لازم يتدلق في الطبق فورا وهو سخن. لأنه بعد كده بيجمد، بيبقى صعب إن احنا نشكله في الطبق نفرده. الطبق ده أصله فلسطيني؟ أصله شامي، كل بلاد الشام عموما بيعملوه. يعني هل ده عادة بتعمل في شهر رمضان ولا بتعمل في أي وقت؟ لا، هو برضو احنا الحلويات عموما يعني بكثرة في وغير كده برضو بيتعمل. الأول احنا كنا بنعمل طبق اسمه حلاوة سميد، طبق ده برضو بالدقيق ده، بس كنا بنقعد ساعة مثلا، نقعد نحمص في الدقيق في السميد مع السمنة على النار. السميد اللي هو بتاع دي البسبوسة، فكنا بياخد وقت وجهد، فالطريقة دي يعني بتبقى أسرع. دي طريقة حديثة للمدلوقة؟ سريعة، يعني عارفة رتم الحياة بقى سريع، فكمان الأطباق بتتغير وبتبقى سريعة، عشان برضو أي ست بيت تعمله في 5 دقايق في 10 دقايق ما بقاش قبل المغرب على يتاكل سخن ولا يتاكل؟ لا، بيتحط في التلاجة، ممكن يعني يتعمل حتى لو عندها ضيوف عايزة تعمله، ممكن يتعمل من قبل بيوم ويتحط في التلاجة ويطلع ساعة التقديم قبلها بنص ساعة علشان ياخد بس يعني حرارة الغرفة، وبعد كده يتاكل. هنسيبك تعملي الطبق. نقول المقادير مع بعض: 2 كوباية دقيق بسبوسة أو سميد، 2 كوباية مية، 2 كوباية سكر، وعندنا هنا مزهر وموارد. بالنسبة للجرنيتشور أو التزويق الخارجي، عندنا مكسرات، فستق، لوز محمر، يعني المكسرات طبعا على حسب كل واحد ما يحب، ده شيء راجع لكل واحد. وهنا في قشطة ممكن ان احنا نستغني عنها، بس هي بتدي برضو طعم جميل للطبق ده. وهنا اي فاكهة، او ممكن من غير فاكهة، هو بالمكسرات وكده يعني بيبقى كفاية قوي. هناخد 2 كوباية السكر في حلة على النار عشان ندوبهم ونعمل بيهم كراميل. هنسيبهم على نار هادية علشان يسيح السكر كويس. دلوقتي بعد ما السكر عمل لون الكراميل كده بالشكل ده وداب، هنبتدي هنضيف له المية شوية شوية. وهنخليه يسيح في المية. بعد ما هنحط المية فوق الكراميل، هنضيف لها 2 معلقة زبدة علشان بتخلي الطبق لونه حتى لامع. بس دي الزبدة دي تنضاف بعد المية. وهنضيف المزهر على موارد. بعد ما غليت هنبتدي نضيف السميد اللي عندنا، بس يكون السكر داب كويس. هنضيف 2 كوبايتين وهنقلب لغاية ما السميد اللي عندنا هيشرب الصوص كله الكراميل ويبتدي يتفتح، ما يبقاش مقرمش. بعد ما جمدت بالطريقة دي هنبتدي هننزلها في الطبق التقديم بتاعنا. حط ونفرد. من هي بتبقى سخنة قوي، فسهلة ان هي تتشكل معانا، لانه بعد كده هتجمد. بعد ما دلقنا المدلوقة في الطبق بالشكل ده،
هنبتدي نجملها. هناخد القشطة، هي القشطة ممكن نفرد القشطة كلها عليها وشها، ممكن نفرد نص قشطة ونص من غير قشطة للي يحب، وممكن هنعملها بالطريقة دي كده، نحط بعض وحدات من القشطة عشان ما تبقاش برضو دسمة قوي. هنقسمها كده اهو زي كأنها كريم شانتيه. بعد كده هنجيب الفراولة، الفراولة اللون الأحمر مع الكريم شانتيه هيدينا شكل جميل. طبعا كل الحاجات دي الجرنيتشور اللي فوق اختيارية، كل واحد بيحط حسب ذوقه حسب المزاج بتاعه. حطينا الفراولة، هنبتدي دلوقتي نرش المكسرات. ممكن نستعمل بندق، ممكن نستعمل صنوبر، اي حاجة احنا بنفضلها، بس هو اللوز بيديله، لانه اللوز بيبقى متقرمش بيديله طعم جميل مع الطبق ده. هناخد نكمل فستق، طبق ظريف وسهل قوي انه احنا نعمله، ما بياخدش وقت كتير. وبالهنا والشفا. تسلم ايديك يا ميسون، طبق جميل قوي، والحقيقه ذوقتيه بطريقه جميله. اعزائي المشاهدين، اتمنى ان الطبق يكون عجبكم وتعملوه فعلا بسرعه زي ما عملته ميسون، وبالف هنا وشفاء. لكن دلوقتي لازم نعرف القيمه الغذائيه اللي بيحتويها هذا الطبق، وهنعرفه من الدكتور منير ويليام. دكتور منير ويليام، قدمنا النهارده الطبق المدلوقه، وعاوزين نعرف من حضرتك بيحتوي على قيمة غذائية قد ايه؟ هو الحقيقة الطبق ده زي ما هنشوف دلوقتي هنلاقي ان فيه نسبة المواد الكربوهيدراتية عالية حوالي 160 جرام، بينما نسبة المواد البروتينية زي معظم الحلويات بتكون قليلة حوالي 20 جرام، ونسبة المواد الدهنية حوالي 160 جرام. بالنسبة للسعرات الحرارية الموجودة في هذا الطبق او في هذه الوجبة فبتكون حوالي 1550 سعر حراري، فهي تعتبر الحقيقه معتدله بالنسبه للشخص العادي، تعتبر مصدر للطاقه. ودايما الحقيقه برضو احنا مره ثانيه هنقول ان الوجبه دي مش لشخص واحد بالزبط. ده طبق عائلي لبيت، يعني ممكن تكفي 6 أو 7 أشخاص، يعني ما حدش هياخدها. ده يبقى شيء جميل جدا، هياخد جزء منها. ايوه بالظبط. لكن انا احب انبه على حاجه واحده، لان في كميه مواد كربوهيدراتيه عاليه، فيفضل ان بعد نص ساعه من تناول هذه الوجبه ان الانسان يحاول يعمل اي مجهود وليكن المشي البسيط، علشان يقدر يحرق كميه السعرات الحراريه الموجوده في المواد الكربوهيدراتيه الزياده. فاحنا بننصح دايما ان مش بعد الغذاء مباشره، لان ده ما لهوش تاثير، ليه تاثير مش سليم بالنسبه للجسم، لكن مش اقل من نص ساعه يبتدي يمارس اي نظام رياضي وليكن اسهله على الاطلاق المشي لمده حوالي ربع ساعه. هنتكلم عن مكونات الوجبه ديت. هي فيها السميد اللي بنعمل منه البسبوسه، ده هل له فايده او مضر او اي حاجه؟ هو بالنسبه للسميد ده يعتبر مصدر من المصادر، لانه بيحتوي على مواد بروتينيه، فبيعتبر مصدر من المواد البروتينيه. ده بالنسبه للسميد، وده طبعا المواد البروتينيه من الاشياء الاساسيه بالنسبه لنمو انسجه الجسم، تكوين العضلات وهكذا. بس هو جزء قليل من المواد البروتينيه. بالظبط. في سكر. في السكر، مشكله السكر هنا الحقيقه، السكر هنا موجود، احنا بنسميه من الاغذيه الفارغه. بمعنى ايه؟ ان السكر ده مصدر اساسي للطاقه، بيديني كميات سعرات حراريه قويه جدا، لكن في نفس الوقت فائدته البروتينيه او الدهنيه لا توجد. عشان كده احنا بنسميه من الاغذيه الفارغه. ده بالنسبه للسكر. الفارغه من الفيتامينات، الفارغه من المواد القويه المسؤوله عن نمو الجسم، مجرد يدي طاقه بس، مجرد انه مصدر اساسي لتكوين السعرات الحراريه.
الأساسي. تكوين السعرات الحرارية اللي هي مصدر الطاقة الأساسي. أيضا من ضمن المكونات احنا شفنا القشطة. القشطة دي تكون نص تركيبها، 50% من تركيبها بيكون عبارة عن مواد دهنية، وهذه المواد الدهنية لها تأثير مباشر بالنسبة لحاجات كثيرة قوي. النوع الأول إن هي بتديني طعم مستساغ. الحاجة الثانية إن هي بتساعد على هضم 4 فيتامينات مشهورين قوي لابد من إنهم يدوبوا، اللي هي فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين ه وفيتامين كاف. الحاجة اللي بعد كده إن هي بتلعب دور رئيسي بالنسبة للناحية العصبية وأعصاب أي شخص، من ناحية نقل النبضات العصبية، من ناحية الحركة بتاعة أي شخص، اللي هي الدهون اللي موجودة في القشطة. بالذات اللي موجوده في القشطه، بصفه عامه، لكن هي بتزيد في نسبه القشطه، بتزيد في القشطه وبتزيد في السمن ايضا، بتصل برضو الى 50% في السمن. وبرضو هنا من ضمن المكونات بنلاقي ان في مكون عندنا المكسرات. المكسرات بصفه عامه سواء كانت لوز او غيره، دي عباره عن بتشمل على نسبه من الاحماض الدهنيه الغير مشبعه. هذه الاحماض سهله الهضم، وبالتالي ليها وظيفة أساسية في أنها بتقلل نسبة تكوين الأحماض ذات الكثافة المنخفضة اللي هي جزء من تكوين الكوليسترول. وبالتالي هذه الأحماض ما بتتكونش على جدار الأوعية، ما تتكونش على جدار الشرايين، وبالتالي بتقلل من تكوين ضغط الدم، بتقلل من الإصابة بالذبحات الصدرية والألام الصدر وغيرها. وبيبتدي الانسان يعاني، بيبتعد كتير قوي عن مشاكل القلب وارتفاع الضغط والحاجات دي كلها. دي فايده المكسرات، ليها ضرر دكتور المكسرات؟ ضررها الاساسي لا هو ليها ضرر، كميه السعرات الحراريه القويه جدا. اذا انا اكلت مكسرات ونمت، دي مشكله كبيره، انا هعاني منها، هتتحول هذه المواد الى دهون تتراكم في اماكن مختلفه من الجسم والانسان يعاني منها. فعشان كده دايما زي ما سيادتك قلت هنا، اغلب اطباق الحلويات اللي بتقدم في شهر رمضان بتكون فيها نسبه سعرات حراريه عاليه جدا. فبننصح دايما بعد تناول الوجبه بنص ساعه ان الانسان يحاول يمارس اي نوع رياضه، يتحرك، ما يقعدش يبقى في مكانه، لان هذه الدهون تستطيع انها تتراكم ويبقى ليها اثر عكسي كتير. بالظبط. الطبق ده قلنا قيمته فيه سعرات حراريه حوالي 1550 سعر حراري. 1550 سعر حراري. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقة اليوم النهاردة بطلب منكم طبق فيه 1550 سعر حراري. طبعا انتوا هتقولوا لنا مكونات الطبق اللي انتم نفذتوه او قررتوه، احنا مش عاوزين طريقة عمل الطبق، عاوزين نعرف مكونات طبق فيه 1550 سعر حراري فقط. وبتتصلوا برقم التليفون 00611 00080 12. هقول الرقم مرة تانية 00611 00080 12. هتتركم الإجابة على جهاز التسجيل، وتتركوا أيضا الاسم والعنوان. في نهاية شهر رمضان إن شاء الله هنحاول نجمع بعض الأطباق اللي ممكن تنفسها، وهنطلب من شيف من الشيفات اللي احنا نتعاون معاهم ان هم يعملوا لكم الطبق ده على الشاشة. وبنعرف طبعا بنحط جنب الطبق اسم المشاهد اللي كون الطبق. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء.